بلا تحليلها دلوقتي الخبراء الامنيين، وطبعا هم دلوقتي مقبوض على الخاطف. في حاجات بتتداول كتير، يعني الموضوع ما كانش محترف، الموضوع كان في مكالمات تم رصدها بتتكلم عن حاجات شخصية، في حاجات بتتكلم عن يعني مش عايز برضو بلاش اتكلم في مواضيع سابقة لأوانها، انما هو بعيد. وبرضو انا بتبع مبدأ الشفافية، يعني لو في حاجة احنا هنقولها 100% ما بنخبيش حاجة، انما انا بتلاشى بس فقط ان انا اتكلم في اي موضوع مش مؤكد علشان ما نقعدش نعمل لغط كتير. المختطف دلوقتي في ايد السلطات، واحنا ان شاء الله مجهزين طيارات، بس مطار قبرص مغلق. اول ما يفتحوا المجال الجوي لقبرص في طياره هتطلع مع طقم قياده موجود معنا دلوقتي منتظر بقاله فتره. هننزل هناك وهنعود بالركاب بتوعنا كلهم، والركاب الاجانب اللي عايزين يروحوا مباشره على دولهم هنسهل لهم الاجراءات. وطبعا هنعلم بعد كده ان شاء الله في الوقت قريب على نتائج التحقيقات وايه اللي حصل بالظبط والحاجات دي كلها، وبالاسماء وبالجنسيات كما كان يريد الاخوه في الصحافه في الوقت المناسب باذن الله. سلامه الركاب يا فندم عايزين برضو ناكد عليها. سلامه الركاب 100% وطاقم الطياره بتاعنا سلامته هي الاساس. احنا كان عندنا شكوك كبيره جدا ان القنبله دي هيكليه وحزام شكله مش شكل حزام ناس، ومع ذلك ما رضيناش ناخد ريسك ولا 1% ان احنا نتعامل مع الموضوع على انه مش حقيقي، لان دي سلامه ارواح ناس، ده بالاضافه طبعا لسلامه طيارتنا وحاجات زي كده، انما ارواح الناس هي اهم حاجه. فتعاملنا مع الموضوع من الالف الى الياء على انه تهديد امني واقعي، وحتى التاكيدات اللي كانت موجوده عندنا والرؤى اللي كانت موجوده عندنا اللي بتتكلم على انه القنبله مش مظبوطه وهيكليه وانه غير محترف وخلافه، خلتنا ان احنا برضو ما نبصلهاش، اخترنا ان احنا نمشي في هذا الاتجاه. واخيرا طبعا انا عايز اقول فريق اداره الازمات بتاعنا اللي موجود في مصر للطيران والوزاره ومشاركه دوله رئيس الوزراء، شيء كان يعني ما اقدرش اقول 100%، بس اقدر اقول ان انا فخور النهارده ان احنا قدرنا ندير الازمه من مركز العمليات بتاعنا بفريق العمل بتاعنا بالشكل اللي احنا قدرناها بيه النهارده. وارجو ان الزملاء في الصحافه لما انا رفضت ان انا ادلي باسماء او جنسيات او غيره يقدروا هذا الموضوع، لان ده موضوع امني وليس موضوع خاص بامن وسلامه عادي. لو الموضوع فيه مثلا طياره بتعطل او غيره ممكن نتكلم في الحاجات دي، انما لما بيكون امني احنا لازم نخفي معلومات معينه علشان الجهات الامنيه تقدر تتعامل مع الموضوع بشكل مؤثر وما يضرش بحد. احنا شفنا النهارده في اسم تم الزج بيه وبحسن نيه، بحسن نيه يعني ما نقدرش نقوله، وبعدين اتسرعنا كلنا حكمنا على الاسم ده وطلع اسم تاني خالص، وده بيؤكد برضو ان احنا لازم نتعامل مع الامور دي بحرص شديد. سمعه الناس وجنسياتهم مش لعبه. لسه مستنيين لما المطار يفتح، احنا جاهزين نرجع بيها، والطقم موجود معايا وفي طياره هتطلع تانيه. الطقم اللي عليها لازم يرتاح، فاحنا في طقم تاني موجود معانا دلوقتي جاهز يطير على لارنك عشان يرجع بالطياره اللي هناك، غير الطقم اللي هو حقيقي. غير طياره اخرى كمان طالعه مع طقم جديد. هل موضوع تم الترسيل يا فندم؟ ما فيش جواب خاص؟ هو تم القبض عليه بشكل ما نقدرش نيجي نقول بشكل هجوم عنيف، يعني هنعلن عن التفاصيل دي بعد كده. طب ايه اللي تقوله النهارده بقى للاهالي بقى والمواطنين؟ بصوا يا جماعه، انا عايز اقول حاجه بمنتهى الصراحه، ويعني خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. احنا بنمر بظروف صعبه كدوله وبنجتهد في كل المجالات اللي احنا بنشتغل فيها، وفي مجال الطيران في مجهود كبير بذل بالفتره الاخيره على موضوع تامين المطارات وخلافه والكلام. ما عندناش الى حد كبير الثغرات القويه اللي ممكن بيصورها البعض، انما عندنا فرص للتحسين في حاجات كتير. الفرص دي احنا بنحاول نستغلها، وفي نفس الوقت طالبين اجهزه كتيره جدا حديثه تجديد اللي عندنا، وعشان نخلي منظومة الأجهزة الأمنية أو أجهزة المتابعة الأمنية أو التفتيش الأمني في المطارات المصرية تكون على أحدث مستوى. بناخد وقتنا شوية أو بنجري بقدر الإمكان في هذا الموضوع، وأنا بوعد أنه إن شاء الله إن شاء الله في وقت قريب جدا إحنا يعني هتكون إجراءاتنا الأمنية في جميع مطارات مصر يمكن أكثر دقة من مطارات كتير جدا موجودة في العالم. إحنا حاليا نضاهي حاجات كتير، إحنا في متابعات أمنية يعني عايز أقول حسيسة جدا مع جهات قامت بالتفتيش على مطاراتنا، وشفنا إيه التعليقات اللي كانت عندهم، ويعني بأؤكد إن ما كانش فيه تعليقات
قويه جدا، انما كانت التعليقات كلها حاجات ممكن تعديلها، تعديل في بعض الاجراءات وخلافه. احنا عاملين منظومه تدريب برضو هتبتدي تشتغل معانا جديده جدا بالنسبه للقائمين على الاعمال الامنيه، في تعاون كبير جدا من جميع الجهات اللي بتشترك في التامين، سواء كانت وزاره الداخليه او الجهات الاخرى السياديه. وباذن الله باذن الله مع العمل اللي احنا بنعمله ده هنشوف نتائج كويسه جدا. الاهالي بقول لهم الحمد لله على السلامه، وده اللي انا ابتديت بيه، الحمد لله على سلامتكم وسلامه اولادكم طبعا. والطقم بتاعنا بقول لاهاليهم، وعلى فكره احنا اتصلنا بكل الناس، يعني حسب معلوماتي احنا وجهنا او كجزء من التعامل مع الازمه ان احنا بنتصل باهالي الركاب اللي عندنا تليفوناتهم اللي بنعرف نوصل لهم، وبلغناهم باللي حصل. ويعني انا معايا دكاتره نفسيين موجودين معايا جاهزين ان احنا كنا نطير على قبرص، بس للاسف مطار لارنكا مقفول، انما انا كنت جاهز مع مجموعه من الاطباء ومجموعه يتعامل معايا للدعم ان احنا نطير لقبرص، بس مطار لارنكا مقفول حتى الان. والفريق جاهز برضو ان هو يطير في اي وقت اول ما ناخد البرميشن على طول ان احنا نطير. يعني ممكن في قد ايه ممكن يعني؟ والله انا كان بيقولوا لي في خلال ساعتين، الكلام ده من حوالي ساعه، فاحتمال كبير قوي في خلال ساعه ان احنا نتوجه الى هناك. سي 130 ده صحيح الكلام ده؟ الطياره من طراز اير باص 320. سي 130 دي طياره حربيه مالهاش دعوه بالركاب. الخطاط في مصري. طيب كان في مشير برضه فادم ان في اعلى طيارات طلعت من اسطنبول بالعرب وتم احتجازها كانت مطلعه الى نيويورك، الخبر ده صحيح؟ لا 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 لا، طياره نيويورك كالاتي، طياره نيويورك خلينا ناخدها بمنتهى الشفافيه. طياره نيويورك كانت حصل فيها عطل فني، ولما حصل العطل الفني وكان في ركاب مغادرين عليها من برج العرب، فاحنا قلنا تحسبا لهذا الموضوع خلينا نعمل اعاده للاجراءات الامنيه. انما هو الاساس في تاخير طياره نيويورك كانت حاجه فنيه، انما الحقيقه لما كلموني انا اللي خدت القرار وقلت لهم يا جماعه ولو انه مش مطلوب قوي انما نزلوا الركاب واعملوا اعاده الاجراءات بتاعه البوردنج بتاعه الركاب تاني بنفس الاجراءات الامنيه، تحسبا يعني لواحد في المليون ان يكون في اي حد اخر موجود على هذه الطياره. فانا متحمل مسؤوليه تاخير طياره نيويورك الحقيقه. يمكن انا يعني حسبوني عليهم، انا المسؤول عنه. يمكن يا فندم برضه قيل ان كان ممكن كابتن الطياره يتم نتيجه اكيد المختطف عارف ان ممكن نفذ الوقود او كده، ممكن ليه ما نزلش في احد المطارات المصريه؟ خلي بالك لما تكون بتتعامل مع حاله بالشكل ده وهمك امن وسلامه الركاب، وانت بتتعامل من الكابينه والمختطف ما عرفش يدخل الكابينه، دي حاجه مهمه قوي، الكابينه دي ما حدش بيدخلها، كابينه مصفحه ما حدش بيدخلها، فانت همك انك انت تؤمن سلامه الركاب. فانا بتصور اللي عمله الكابتن صحيح 100%، في حالات معينه ما ينفعش الدخول في جدل فيها، وما ينفعش انك انت تجازف بتقديراتك الشخصيه. الكابتن اتصرف تصرف ممتاز، انا فخور بيهم جدا، فريق العمل بتاعنا اللي موجود عملوا تصرف كويس، كانوا ثابتين، يكفي ان كل الناس نزلت وتبقت مضيفه من المضيفات سيده لم تبكي ولم تصرخ وتقول انا عايزه اخرج مع بقيه الناس طلعوني معاهم، كانت متماسكه وموجوده في خدمه الركاب اللي موجودين ومساعده طاقم الطياره اللي كان موجود. يمكن يا فندم عايزين برضو، هل اطمنتوا على الركاب هم موجودين فين دلوقتي ومطمنين عليهم هناك؟ في الركاب في مطار لارنكا مطمنين عليهم جدا، طبعا بتبقى في سلطات تحقيقات روتينيه في الحالات اللي زي دي من جانب السلطات القبرصيه، وده نوع من انواع السياده واحنا بنؤيده 100%. اول ما تبقى الامور دي جاهزه ونبقى جاهزين ان احنا ناخد بيرميشن على الاقلاع المسافه قصيره، احنا هنروح ان شاء الله وهنرجع بالركابنا وبولادنا كلهم بالكامل ان شاء الله. هنيجي يا فندم للتعامل مع الازمه ده بشكل، اشكرك، شاكر جدا، شاكر جدا، شاكر جدا، شكرا، اشكرك. زنبيل زي ما شفتي يمكن طيب شريف فتحي وزير الطيران، دي حركه الملاحه.